الأوساط الشعبية والسياسية تصف العملية السياسية بالعرجاء ودعوات للإسراع بحلحلة الخلافات التي تعطل تشكيل الحكومة. كتل سياسية تصر على تمرير قانون الأمن الغذائي لتصفير فائض الموازنة المالية، وتحالف الثبات الوطني يؤكد استحالة إقراره. حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة. وفي مخاض عسير يصعب فيه الخروج من بوتقة الخلافات، العملية السياسية تشهد انسدادا غير مسبوق على مستوى التفاهمات، فلا من وساطات تذكر ولا من رسائل إيجابية تتبادلها الأطراف المتنازعة. وهنا يرى المتابعون للشأن السياسي بأن مسار العملية السياسية على هذا النحو خلفه مبدأ الذهاب للأغلبية السياسية، والتي على ما يبدو أن تفسيرها بات مختلفا عليه في معجم السياسة، ليكون مفهوم الأغلبية وله الأثر السلبي على سير عجلة التقدم التي كان يراد منها الخروج من تخندقات الخلافات للأطراف والقوى السياسية، والضريبة تقع على عاتق الجماهير التي تنتظر الهدف المنشود من وراء العملية الانتخابية التي قاربت من الدخول في شهرها الثامن. لكن دون جدوى، وإلى الجانب الآخر، فإن حديث بعض النواب والشخصيات الخبيرة بالشأن الاقتصادي عما يشكله قانون الأمن الغذائي المثير للجدل وما يشكله من انتكاسة اقتصادية كبرى سيدفع العراق ثمنها باهظا بالسنوات المقبلة. وأبرز ما يمكن إثارته بأن القانون جاء من حكومة تصريف أعمال يومية، في حين أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يسمح لمثل هذه الحكومة بالتصرف بالأمور والقضايا الاستراتيجية للبلد، وبالتالي فإن أي قانون يقدم مصيره الطعن. إذن مشاهدينا، في حصادنا لهذه الليلة نناقش كل هذه المعطيات مع ضيوفنا، ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا، الأزمة السياسية التي تسببت بها الخلافات السياسية كانت وما زالت تمثل عائقا للعملية السياسية بالوصول إلى صيغة توافقية لأهم أقطاب العملية، وذلك ما نتج عنه هذا الانسداد السياسي الذي يخيم على المشهد في ظل تصاعد لغة الخطابات المتشنجة والتزمت بالمواقف. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نهى الشمري. مطبات تصعيدية سياسية خيبت آمال المواطن العراقي بتشكيل الحكومة المرتقبة، إذ حل الوهن والتراخي على الساحة بإيجاد الحلول وعدم إدراك حجم الخطر المحدق بالبلاد، بعدما صار مسرحا لتقبل أي سيناريو يطرح من قبل الكتل المشاركة. فالاحتدام السياسي الحالي ما هو إلا نتيجة التعنت بالآراء من قبل التحالفات المتخانقة فيما بينها، فالمبادرات التي طرحت والتفاهمات الماضية لم تأتي أكلها بتقريب وجهات النظر، بل على العكس زادت حدة الخلافات إلى أن وصل الحال إلى التعقد الحالي الذي عصف بسلسلة المبادرات تلك، وأطاحت بمخرجاتها التي كانت ترنو إلى تحقيق التقارب المرجو، وبالتالي المشهد السياسي تحت رحمة حل الخلافات غير محسومة التوجهات. والذهاب إلى المجهول أمر بات جليا في ظل غياب التهدئة لتصعيد محفوف بالخطر، بعدما أجهضت المناكفات السياسية من قبل بعض الأطراف كل الجهود المبذولة بالمبادرات والسعي وراء توحيد وجهات النظر، عندما تشبثت تحالفات بقولبة تشكيل الحكومة في مشروع الأغلبية. وما نشاهده اليوم من تصعيد في المشهد السياسي له نتائج مدمرة للواقع والمستقبل في تشكيل الحكومة إن تم استئنافها بعد، إذ يرى مراقبون أن التنازلات عن بعض الآراء هو الحل الأسلم للمصلحة العامة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. We'll be right back.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف الأول من الحصاد نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو المحلل السياسي ورئيس مركز ألوان للحوار دكتور حيدر برازنشي. أهلا بك دكتور حيدر، ضيفا كريما. الله يبارك فيك. بداية، تقريبا 8 أشهر مضت على إجراء الانتخابات، حتى هذا الوقت كيف تقيمون ما وصلت إليه العملية السياسية من انسداد كما يوصف، وهل من انفراجة بحسب معلوماتك أو تحليلاتك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك ولمتابعي قناتكم الموقرة. واقع الحال هو ليس بجديد، يعني إذا تحدثنا عن انسداد فسابقا أيضا في حكومة السيد المالكي أيضا تأخرت أكثر من 9 أشهر أعتقد أو 8 أشهر، لكن التحولات لكن أكو حراك، كان أكو حراك الآن، كان أكو حوارات بين الأطراف، حاليا أكو تشنج من الكثير من الأطراف، بدأ هذا التشنج نوعا ما ينفك. هسه تقول ليش وصلنا إلى هذه المرحلة؟ الناس تتساءل بالنسبة لقوى الإطار، ربما بعض القوى الكردية، تيار الصدر مثلا، حتى تشنج بموقفه، دائرة كهربائية مرتبطة أو مربوطة على التوالي. هذه العملية السياسية بأبسط توصيفاتها، بحيث إذا يعني إذا كان هناك نور في النفق سوف يضيء للبقية، وهذا أمر طبيعي جدا. أقول مدخلات العملية الانتخابية وليس السياسية الأخيرة أدت إلى مخرجات هو أدى بنا إلى الانسداد السياسي، فالمدخلات كانت غير صحيحة، أدت لنا إلى مخرجات غير صحيحة، بمعنى أنه أصبح هناك خلل بالتوازن السياسي، وهذا التوازن السياسي واقع الحال هو توازن محفوظ منذ بداية العملية السياسية بعد عام 2003. هسه يجي واحد يعترض يقول دستور ما بمكونات، أقول لا، الدستور راعى حقوق المكونات بأدق التفاصيل، ثم نحن بلد مكونات، لا يمكن التغاضي عن هذا الأمر، لكن مكونات شيء وطائفية شيء آخر، مكونات سياسية لها أبعاد ولها جذور. اليوم أمس كان هناك اجتماع بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، أفضى إلى تشكيل لجنة، وهذه اللجنة سوف تتباحث في كثير من القضايا، قضايا متعلقة في داخل إقليم كردستان وإعادة صياغة وبناء التوزيع المناصب. يقال أنه تم الاتفاق ما بين الحزبين الكرديين على حل هذه أزمة، أزمة رئيس الجمهورية، فعلا لا لم يتم الاتفاق؟ لا، أنا عندي معلومة دقيقة من قادة الديمقراطي وقادة الاتحاد، إلى الآن لم يتم الاتفاق، هناك حل هو بداية الحوار والجلوس إلى طاولة حوار، هو أمر مهم، لكن أسد ممكن أنا أقول عكس ما يتصور، أنا أقول بداية الحراك السياسي بدأت الآن، وبعد خطاب سماحة السيد مقتدى الصدر بدأ الانفراج السياسي. ستقول لي شلون؟ أقول أنه فعلا بعد هذا الخطاب وإعطاء مدة بدأت القوى السياسية تتحرك، وأعتقد البيان الديمقراطي الكردستاني كان فيه مفتاح لأنه سوف يذهب بالحوار مع الأطراف، وأول ما بدأ بالأقرب اللي هو الاتحاد الوطني الكردستاني. بالنتيجة الأخوة في التحالف الثلاثي لا طاقة لهم بالاستمرار في هذا الانسداد أو الذهاب بتصفير العملية الانتخابية، بمعنى أنه الرجوع إلى حل البرلمان، وأعتقد هذا خيار صعب. نتحدث بتفاصيل هذا الخيار اللي يمكن هو مطروح رغم صعوبته، لكن دعنا نرحب أيضا بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علاء الخطيب، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من لندن. أهلا بك سيد علاء، ونود أن نسألك، يعني هل باتت فعلا لغات الحوار مستحيلة بالعملية السياسية العراقية بعد تشنج واضح في خطاب السيد الصدر كونه يمثل كتلة من بين الكتل الأبرز في المضمار السياسي وموقف مفصلي حاليا بهذه العملية؟ سيدي تحية لك وللجمهور الكريم ولضيفك الأكرم. بالتأكيد ليس هناك شيء مستحيل، ليس هناك مستحيلات في السياسة حتى نقول أن الحوار مستحيل، يعني رأينا كثير حقيقة من التكلسات السياسية استخدمت فيها مواد فاعلة وانتهى هذا التكلس، وبالتالي صارت هناك عملية سلسة في السير نحو الهدف الذي ينتهي بتشكيل الحكومة. يعني إذن ليس هناك شيء مستحيل، لأن ما رأينا حقيقة بالأمس واليوم من زيارة السيد نجربان برزاني إلى سليمانية والتفاهمات وإطلاق مبادرة، ويعني هذه كلها تعبر حقيقة عن حراك سياسي لربما ينتقل بنا إلى يعني مرحلة جديدة من الـ يعني في العملية السياسية. يعني فيما إذا اتفق الاتحاد على سبيل المثال، فيما إذا اتفق الاتحاد مع
البارتي في ان ينضم الى التحالف الثلاثي، ولا الاتحاد راح الى التحالف الثلاثي او تحالف انقاذ وطن. لربما يعني يكون هناك تغيير كبير جدا، لانه الاتحاد لديه 18 مقعد، وبالتالي يعني يكون قريب جدا للوصول الى ال 220. في اذا ليس هناك، هذه مساله مهمه جدا. المساله الاخرى يعني بين الاطار وبين التيار ليس هناك موانع حقيقيه الا مانع واحد، وهو يعني رفض السيد الصدر لدخول السيد المالكي، غير هذا ماكو، ما موجود. يعني ليس هناك موانع سياسيه، ولا عندنا حوارات سياسيه. يعني افهم من كلامك سيد على ولا ممكن للسيد الصدر ان يغير موقفه برفض رفض المباحثات والتفاهمات اللي كان من الممكن ان تسهم بتشكيل حكومه وانفراجه سياسيه؟ الصوت مشوش، ما ادري اسمع زين انا. اعيد لك السؤال اذا تسمعني سيد علاء. والاخوه بالكنترول لا اتصلوا بي ولا ضبطوا الصوت ولا ضبطوا الصوره. نعتذر منك سيد علاء، لكن اذا كنت تسمعني تفضل. ممكن ان يغير السيد الصدر موقفه برفضه للمباحثات والتفاهمات السياسيه اللي كان من الممكن ان تسفر عن انفراجه لهذه الازمه؟ يعني هذا كل شيء جائز، انا قلت بالسياسه كل شيء جائز، ليس هناك مستحيل، وبالتالي لكن ما 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 يبدو الان السيد الصدر هو يعني متسلط في موقفه، واعتقد ان الخطاب الاخير كان يعني واضح جدا في رفض كل ما هو يتعلق بالاطار، وانتهت يعني تقريبا هناك قطيعه، لم اقل انه حتى شعره معاويه بقت جدا يعني ضعيفه، هذه الشعرة إذا ما قطعت فينتهي كل الأمر. أنا قلت أن إذا ما انضم الاتحاد إلى يعني تحالف إنقاذ وطن فسينتهي كل الأمر. يعني بالتأكيد أنا أقول لكم بشكل واضح جدا أن الأيام القادمة يحب لها يعني هذه المدة التي منحها السيد مقتدى الصدر، لربما يعني يكون بها حراك سياسي من نوع آخر، لكن ما اعتقد ان السيد مقتدى الصدر الان يغير موقفه، ولو عودنا هو طبعا دائما عودنا في العمليه السياسيه منذ انطلاقته ولحد الان وتغيير كبير جدا في المواقف، يعني مره هو ينعزل من السياسه ويرجع للسياسه، يطلع تيار الاحرار ويرجع تيار الاحرار وهكذا، هذه موجوده، لكن اعتقد في هذه المره هناك يعني قرار صلب من السيد مقتدى الصدر انه لا يغير هذه المواقف. هذا باعتقادي طبعا. أعود لك دكتور حيدر مرة أخرى، فعلا انضمام الاتحاد الوطني إلى التحالف الثلاثي في حال حصل التفاهمات ما بين الديمقراطي والاتحاد راح يقلل من حظوظ قوى الإطار بالوصول إلى حالة توافقية؟ لا، هو هذا ترويج، يعني شاهدته منذ يومين. أنا قبل قليل كتبت يعني في تويتر، أنت ذكرت حاليا أكو تفاهمات صارت لقاءات. هو التفاهم هذا لا يعني على حساب الحق الشيعي وعلى حساب الكتلة الشيعية الأكبر، وهذا ثابت لدى الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني. نعم. يعني هناك ثابت وهناك متغير. الثابت في هذا المفصلية السياسية أنه لا يذهب الاتحاد مع طرف دون آخر، وهذا ما بدا واضح من تحركات الاتحاد الوطني الكردستاني منذ بداية انتهاء المصادقة على عملية الانتخابات والذهاب إلى مجلس النواب، وشاهدنا وشاهد الكل. إذن لماذا هذا عبث؟ يعني عبث سياسي ومعيب سياسيا أن ينتظر كل هذه المدة حتى تأتي هذه اللحظة ويذهب باتجاه أن ينضم ماذا؟ لا. إلى التحالف الثلاثي. لا، بالعكس، هو الآن يقول نحن تعاهدنا وثبتنا أنه لا نكون مع طرف على حساب طرف آخر، وبالتالي أدى هذا التعاهد والوعود ما بينه وبين الديمقراطي أن تكون هناك بينية أو بون بينهما، جزء يذهب مع ما اتفق عليه مع الإطار وجزء يذهب مع التحالف الثلاثي. إذن قضية أنه يذهب، طبعا أنا أقول لا توجد استحالة، لكن أكو عهد ووعد وثبت ذلك للاتحاد الوطني بالاتحاد الوطني الكردستاني أمام الأغلبية الشيعية وهو الإطار التنسيقي الشيعي. لا. أنه لا يذهب مع الثلاثي. لا، هناك تغيير، أنا أسميه إن صح التعبير تغيير ديموغرافي سياسي في خارطة التحالفات السياسية القادمة. اليوم لا يوجد شيء يعني يسمى تحالف إنقاذ وطن، لدينا مشاكل داخل البيت السني ومشاكل كبيرة
لدينا مشاكل كانت داخل البيت الكردي، والآن هذه الحلحلة أنا قلت ليس على حساب الإطار التنسيقي الشيعي، بل هي معاونة ومعينة على فك الانسداد الذي يحصل داخل البيت الشيعي ومع الأخوة في التيار الصدري. هو هذا القرار الذي تم اتخاذه، هذه معلومة وليس تحليل. أنا عندما أتحدث بهذه القضية خصوصا في هذه الجوهرية الأساسية، من لقاء يوم أمس طرحت هذه القضية، وليس فقط قضية رئيس الجمهورية وقضية الذهاب بمسمى واحد، هناك مشاكل داخلية داخل إقليم كردستان إدارية ومناصب كذلك ضرورية وحساسة. ربما تم التباحث بهذه الأمور الثانوية اللي هي تعتبر مهمة لدى الأطراف السياسية، وتعتبر نقاط تفاوض لأجل الوصول إلى توافق معين. لكن دعني أعود مرة أخرى إليك سيد علاء. أستاذ علاء، إذا ما تم فعلا التفاهم، عفوا فاتني الترحيب بالأستاذ علاء، تحياتي لك، حياك الله أستاذ علاء. حبيبي دكتور حيدر، حياك الله. لكن سيد علاء، في حال فعلا تم التوافق ما بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، إلى أي درجة ستنخفض حظوظ قوى الإطار بالذهاب إلى توافقية؟ وهل يمكن أن ينقسم الإطار وتذهب بعض القوى إلى التحالف الثلاثي؟ دعني حقيقة تحية مجددة للدكتور حيدر وللجمهور الكريم. بالتأكيد يا سيدي، أنا لا أعتقد الإطار سينقسم، لأن الإطار يعني تماسك منذ البداية ولحد هذه اللحظة يعني أبدأ أو أعطى صورة أو أعكس صورة مهمة جدا على أنه هناك قرار واحد. والحقيقة وخليني أكون أكثر صريح، يعني تفتت الإطار ليس بصالح المشاركين به، لأنه أكو كتل صغيرة، يعني كتل هي ليست ذات أهمية كبيرة في صنع القرار، لذلك حينما تخرج أو تتفتت أو تذهب هنا أو تذهب هناك ليس لها ذاك التأثير المهم. لكن في قضية أنه التحالفات، الدكتور حيدر ذكر قضية مهمة، قال أن هناك حقيقة تعهدات من قبل الاتحاد في السياسة. دكتور حيدر وأنت ممكن والجمهور أيضا يعلم أنه ليس هناك تحالفات دائمة وليس هناك صداقات دائمة أبدا، هناك مصالح على طول الخط، موجودة مصالح. وبالتالي ما حصل في كركوك على سبيل المثال من أنه المصالح تقاطعت، انسحبت البيشمركة التابعة للاتحاد، وبالتالي حصل ما حصل. وهكذا حقيقة في كثير من المواقف اللي تكون بالسياسة اليوم، إذا ما حصل الاتحاد، إذا ما حصل الاتحاد على ما يريد، وأنت تعلم يعني لربما دكتور حيدر والسادة المشاهدين لعله يعلمون أن هناك إشارات دولية وإشارات إقليمية بأن يبقى السيد برهم صالح في منصبه، وهذا اللي غير حقيقة مزاج الواقع في إقليم كردستان وخلى المزاج يذهب إلى سليمانية ويعقد هناك اتفاقات أو تفاهمات. هي مبادرة حقيقة، هي مبادرة، لكن هي مبادرة، لكن ما كانت سيد علاء عذر المقاطعة، ما كانت تستند هذه المبادرة والذهاب الديمقراطي إلى سليمانية، تعتمد على التسريبات أن الاتحاد من الممكن أن يبدل برهم صالح. نعم، عندنا تسريبات، نعم هناك تسريبات، لأول مرة حقيقة هناك اتفاق إقليمي دولي على أن يكون برهم صالح يعني في 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 منصبه. هذا ليس غريب ولا، والجميع يعني حقيقة كثير من القريبين من الدوائر السياسية يعلمون ذلك، يعني هذا ليس غريبا، وأن يبقى السيد برهم صالح. أما مسألة أنه هناك خلاف في داخل البيت السني، حتى وإن كان هناك داخل البيت السني خلاف، أعتقد هذا الخلاف يعني الآن ليس ذات تأثير، باعتبار أن السيد الحلبوسي الآن في منصبه وصارت هناك انتخابات وانتخب السيد الحلبوسي وعيد انتخابه مرة أخرى، وبالتالي كل ما يتحدثون عنه خارج هذا الإطار هو لا 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 ليس له يعني ذات أو ليس له أهمية. أما ما يتعلق بالواقع الشيعي والبيت الشيعي، هنا بيت القصيد الذي نتحدث عنه، يعني بيت القصيد هو أن يكون هناك يعني حوار شيعي جدي، حوار شيعي. طبعا الإطار هو يؤكد على قضية المكونات أو المكونات، هذه المكونات ليس مكونات سياسية دكتور حيدر، وأنت تعلم هذا الشيء، هذه مكونات اجتماعية ليست مكونات سياسية. وبالتالي لو كانت مكونات سياسية لأعطينا حقيقة حق يعني الأحزاب الأخرى حق، ما إحنا ما عندنا حزب تركمانيا الآن يداعي مثلا بحقوق التركمان، موجود هذا الحزب ولكن غير فعال اعتبار أنه المكونات الأكبر هي السنة والشيعة والكرد. إن نتحدث عن المكونات، وهي هذه يعني حقيقة هي بدعة في السياسة، في السياسة هي ليست هناك شيء اسمه، ما زلنا أن المشروع لا ينبني على الهوية الوطنية، بالتالي لجأنا إلى الهويات الفرعية
وهذه الآن اللي ماذا يحدث بينا هو هذا بالتأكيد ماذا يحدث بينا هذا. لكن أنا أتفق أن منصب رئيس الوزراء هو منصب للمكون الشيعي وليس مكون للحزب. لذلك يعني هناك خطأ كبير جدا، يعني كثير ما يعتقد أن الحزب الفائز هو القادر على أن يعين رئيس الوزراء ويقول له الحق، هو ما موجود هذا الشيء. يعني في الحقيقة أن الحزب مهما حصل، أي حزب مهما حصل على عدد من المقاعد، لن يستطيع حقيقة أن يرشح رئيس وزراء ما لم يكون هناك عملية توافقية بين الكرد والسنة والشيعة. سؤال أخير لكم دكتور حيدر. هذا الحق هو حق. نعم سيد علاء، عذر المقاطعة لكن دعني أقول السؤال الأخير عذر لضيق الوقت. أنا ما أدري أسمع زين لأنه مشوش. عذرا دكتور علاء. دكتور حيدر، بالنسبة للمستقلين، يعني برزت أهمية المستقلين وفعالية دورهم بالآونة الأخيرة وخصوصا في هذه الدورة النيابية نظرا لازدياد أعدادهم والمعطيات اللي اختلفت على الساحة السياسية بشكل عام، لكن هناك اليوم صراع على المستقلين، كل طرف سياسي يود أن يكسب المستقلين إلى جانبه، يبدو أنهم أقرب إلى قوى الإطار. قرب المستقلين من الإطار بالتفاهم حول بعض الأفكار والأيديولوجيات ممكن أن ترجح كفة الإطار بحسم هذا الخلاف السياسي وتشكيل حكومة وكتلة أكبر؟ يعني أنا عندي تعقيب بسيط على ما تفضل به أستاذ علاء. أنا أقول أنه نعم لا يوجد ثابت في توجد مصلحة في أروقة السياسة، لكن أكو شيء الوعي السياسي أو الإدراك السياسي لدى الديمقراطي الكردستاني وأطراف كبيرة منه تدرك أنه إذا ذهبوا أو ذهب الاتحاد مع الإخوة الثلاثي لن يكون هناك استقرار، وهذا هو اتخذ القرار من أنه إذا ذهبوا بهذا الاتجاه وهمشوا الأغلبية السياسية الشيعية لن يكون هناك استقرار. هسه هذا الاستقرار أنا أقصد به سياسي باعتبار أنه تداعيات العمل هذا وإقصاء كل هذه المجموعة من النواب يجعل الوضع السياسي أو الحكومة القادمة غير مستقرة، والطرفين يدرك كذلك. طيب هذا جزء دخول المستقلين. المستقلين هم جزء من المعادلة وجزء مهم وضروري وأساسي لا يمكن التغاضي عنه، وبالتالي هؤلاء الإخوة اجتمعوا وقدموا مبادرة، وهذه المبادرة قدمت للطرفين معا، بمعنى أنهم لم يغلبوا الإطار أو التيار أو التحالف الثلاثي جهة دون أخرى. قدموا ما لديهم من مقترحات وقالوا تفضلوا نحن لدينا هذا المقترح، فمن رضى أو ارتضى هذه المبادرة سوف نكون معه. معه ماذا؟ معه مو ضد الآخر، مع هذه الأفكار، يعني تحاور أو تشابك الأيديولوجيات واتفاقها. الإطار رحب، التيار لم يرحب، يعني فقط الأخوة في التيار ردوا، لكنه بقية الأطراف لم تكن هناك منهم شيء. أنا أدعو من خلال هذا منبركم أن تكون للنخبة الثقافية السياسية دور ومبادرة، ونحن في صدد أن تكون هناك مبادرة حقيقية لجميع الأطراف لا سيما داخل البيت الشيعي والحق الشيعي. عندما نتحدث عن الحق الشيعي، نعم نحن بلد مكونات، لا يغفل أحد عن هذا. بالنتيجة يجب أن نأخذ دورنا ويجب أن يأخذ الإعلام دوره، لأنه إذا وصلنا إلى أنه الكتل السياسية هذه المتمثلة سواء كانت في الإطار أو في الثلاثي عاجزة عن حلحلة الأمر، يفترض أن تكون هناك مبادرات أخرى لحلحلة هذا الأمر، لأنه لا يمكن أن يبقى هكذا الأمر متاح. لكن أنا أعتقد الأخوة في الإطار التنسيق الشيعي هم الأكثر هدوءا، الأكثر ارتكازا، الأكثر عقلانية في الخطاب، لم يكونوا منفعلين ولم يكونوا متفاعلين مع الخطابات المتشنجة الأخرى، مما أدى إلى أنه الوضع نوعا ما يذهب باتجاه الحل. قدموا مبادرة، قدموا أخرى. وقضية بالمناسبة هذا الأمر مطروح سابقا، يعني جزء اللي تفضلت بي سألت أستاذ علاء، جزء من الإطار يذهب مع الأخوة في التحالف الثلاثي وجزء يأتي يشارك، هذا الآن أنا أسميه شون البلوك، انتهى هذا. هذا هناك إذا تمكن التحالف الثلاثي بانضمام الاتحاد الكردستاني أو الاتحاد الوطني إليه، مو أفضل لقوى الإطار الذهاب أو جزء من عدها الذهاب إلى هذا التحالف الثلاثي حتى تكون هناك وجود كمكون شيعي بعدد أكبر بهذا التشكيل الحكومة؟ القضية ليست كذلك، مو جزئية، مو تبعيضية، قضية من يختار. يعني أنا اليوم أختار لو الإطار هو من يختار
لو الأخوة في التحالف الثلاثي هم يختاروا. عملية ديمقراطية ما تبنى بهكذا، يعني لا يمكن للتحالف الثلاثي هو من يحدد أنا أختار سين وأختار صاد وأريد 40 نائب وفلان أريد كذا نائب، ما ممكن، لأنه هذه الخيارات مو خيارات متاحة للشخص الآخر. بالنتيجة إذا كان هناك أكونية للأغلبية فلماذا لا تكون أغلبية موسعة؟ أغلبية في ظروف استثنائية يمر فيها البلد، في هذه الظروف مدخلات العملية الانتخابية غير سليمة، مخرجاتها غير سليمة، غير متحققة. لماذا؟ لأنه الأخوة في الديمقراطي أخوة عندهم 30 نائب، وتحالف السيادة عندهم أكثر من 65 نائب، والأخوة في التيار عندهم 75 نائب. إذن هم تلفوا وتحالفوا وبالتالي توافقوا. وهنا اهتز يمكن مصطلح الأغلبية. أحسن. لكن هو موضوعنا. نعم. هو موضوعنا هذا دكتور. شكرا لك وأرجو أن تبقى معي. أيوة. وشكرا جزيلا للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علاء الخطيب، كان معنا ضيفا كريما مباشرة عبر سكايب من المملكة المتحدة. شكرا لك سيد علاء. إذن مشاهدينا سوية مع دكتور حيدر نذهب إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. كتل سياسية تصر على تمرير قانون الأمن الغذائي لتصفير فائض الموازنة المالية، وتحالف الثبات الوطني يؤكد استحالة إقراره. إذن مشاهدينا، رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قبول المحكمة الاتحادية العليا الطعن بما يسمى قانون الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن المحكمة الاتحادية العليا سبق وأن ألغت مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وأضاف أنه في حال الطعن تم تقديم دعوى بالطعن بالقانون، ونتوقع يكون رد المحكمة الاتحادية بالرجوع إلى قرارها السابق والذي ينص على أنه يمنع على البرلمان تقديم المقترحات ذات الجنبات المالية. المزيد من التفاصيل مع الزميل علي حبيب. بالرغم من قرار المحكمة الاتحادية الذي أبطل شرعية قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، أعاد مجلس النواب مشروع القانون إلى جدول أعماله مستكملا قراءته الأولى رغم شبهات الفساد التي تحوم حوله، فأغلب معارضيه يرون أن خروجه من البوابة القانونية ودخوله البرلمان عبر الاتفاقات السياسية تحدي لسلطة القضاء التي كبحت جماح حكومة تصريف الأعمال باعتبار أنها منقوصة الصلاحية. نعم، حكومة تصريف الأعمال يجب عليها أن لا تستفيد من الوفرة المالية لصالحها الشخصية. هنالك عدة مخالفات قانونية وإدارية مترتبة على حسن هذا القانون، باعتبارها لا يمكن أن تعطى كل الصلاحيات إلى وزير المالية ولا تكون بديل عن الموازنة. مصير القانون المقترح من قبل مجلس النواب سيكون مماثلا للقانون الملغى مسبقا، فبحسب القوانين النظيمة للمجلس التشريعي يتعارض هذا المشروع مع الشكلية التي قدم بها، فالصلاحيات الممنوحة للمجلس لا تجيز له تقديم أي مقترح لقانون ذي جنبة مالية، ما يعني أنه سيصطدم بجدار المحكمة الاتحادية من جديد. اليوم مجلس النواب حينما يناقش هذا القانون بالفعل يكون أمام حقيقة بأنه لا يسمح له النظام الداخلي بتمرير قانون ذات أبعاد وجنبة مالية. إذا نحن أمام مشكلة جديدة ينطوي عليها هذا القانون. لعل الأطراف التي ستعترض عليه لا تجد بدا من أن تذهب باتجاه المحكمة الاتحادية للطعن به. عكس مسار التشريع وتقديم القانون بحلة جديدة يعد مناورة قانونية لجأ إليها التحالف الثلاثي والتي سيكون للمحكمة العليا موقف منه، فالرغبات السياسية المخبأة بين فقرات القانون والتحذيرات من أزمة غذائية تفوق إمكانات السيطرة عليها لا يمكن أن تقفز بالحلول الدستورية إلى الأمام، فتفاسير الاتحادية في إدارة الملفات الحيوية لا تعني القبول بالمخالفات القانونية.
علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل الملف الثاني من الحصاد. نرحب سوية بضيفنا الكريم مرة أخرى رئيس مركز ألوان للحوار دكتور حيدر برزنشي. أهلا بك يا دكتور حيدر. وأيضا الترحيب بالخبير القانوني الأستاذ صفاء اللامي، انضم لنا بالصوت والصورة مباشرة من بغداد. أهلا بكم سيد صفاء. أبدأ معكم دكتور حيدر. الكثير من الأطراف السياسية وغير السياسية ترفض قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، منها تحالف الثبات الوطني اللي قبل قليل أصدر بيان يعني يؤكد استحالة إقرار هذا القانون وطرح يمكن 4 معالجات، لكن بالمقابل ليش البرلمان مصر بالذهاب إلى هذا القانون رغم وجود إشكالات قانونية؟ يعني أنا لا أسميه إصرارا برلمانيا بقدر ما هو إصرارا تكتليا معين، وبالتالي يعني عندما تقرأ مسودة القانون وتطلع عليها تجد أنها فيها كثير من الهدر وكثير من أبواب الفساد، وكأنما تعطى هذه الأموال بالكومة إلى مجاميع أو إلى وزارات، في حين لدينا يعني حقيقة استصحاب للحالات السابقة التي حصلت في الدولة العراقية والحكومات السابقة. كانت هناك أشهر مرت 8 أشهر 9 أشهر بدون موازنة، فكان هناك بما يعرف 1 على 12، يعني هذه تصرف الأموال على ما صرفت عليه سابقاً. كيف كانت تتعامل الدولة بطريقة اليومية؟ لكن اليوم موضوع يختلف، اليوم مو الموازنة متأخرة، هي الحكومة كلها متأخرة، وصلت 8 أشهر. يعني هسه حتى لو تم الاتفاق على حكومة وكتلة ورئيس جمهورية وتشكلت الحكومة، بعد شقد يلا تقدر تسوي الموازنة؟ أنا أسميها هناك تضخيم إعلامي وتشويه كلامي لما يحصل في الدولة العراقية. بمعنى أننا اليوم عندما نأتي بخبير اقتصادي، وأنا جلست مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، إخوان شرحونا باعتباركم متخصصين، هذه الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط زائد 1 على 12، مشي العراق يعني سنة كاملة مو فقط 35 تريليون، يعني تقريبا نصف موازنة، ثم تأتي الموازنة مع 1 على 12. نعم. وين تصرفها هذه؟ طريقة التسليف موجودة. هناك قانون يسمى قانون الإدارة المالية في سنة 2019 تم إقراره وتعديله، وهذا القانون يتيح للوزارات بأن تعمل بطريقة تسليف. هذا ما حدث في زمن السيد المالكي. نرجع لهذه النقاط يمكن ذكرها بيان تحالف الثبات الوطني. نعم. لمعالجة هذه الأزمة المتوقعة والمفترضة. نروح للجانب القانونية مع سيد صفاء. أهلا بك سيد صفاء مرة أخرى. لكن شلون تقيم موقف البرلمان من الناحية القانونية بالتعامل مع قرارات المحكمة الاتحادية أو القفز عليها بعد المضي بإعادة قانون الأمن الغذائي على طاولة البرلمان وقراءته قراءة أولى، رغم أن المحكمة وجدت فيه خلل قانوني وحتم عدم الشروع فيه؟ نعم. بدءا مرحبا بك أستاذ، ومرحبا بضيفك الكريم ومشاهدي ومتابعي قناتكم وبرنامجكم. لا شك أن المحكمة الاتحادية سبق لها الفصل في ذات الموضوع اللي هو ذات القانون نفسه، قانون الأمن الغذائي، وصدرت قرارها. ونحن نعرف أن قرارات المحكمة الاتحادية هي قرارات باتة لا يجوز الطعن بها ولا يجوز مخالفتها. وبذلك المؤسسة التشريعية هي أرادت أن كما ورد في تقريركم أن تناور في هذا القانون، على اعتبار أنه القانون ورد من خلال الحكومة، والحكومة ما لها حق أنه
تقترح القوانين باعتبار هي حكومة تصريف أعمال، حكومة تصريف الأعمال لا يمكن لها اقتراح القوانين، وذات الاختصاصات التي ذكرتها المحكمة الاتحادية في قرارها والتي نعرفها نحن ضمن النظام الداخلي لمجلس الوزراء. قررت أن تجيب هذا القانون نفسه داخله من خلال اللجنة المالية لمجلس النواب العراقي. هو مو هيك الموضوع، الموضوع أنه مو أنت تدخل لي طلع لي القانون من الباب وتجيبه من الشباك، هذا مو منطق ولا منطق مؤسساتي. بالحقيقة أنه أكو شيء بالقانون اسمه حجية الأحكام القضائية، ومعنى حجية الأحكام القضائية أن القرارات الباتة المكتسبة الدرجة القطعية التي لا يجوز طعن لها حجية على الجميع بما فيها مؤسسات الدولة، وبذلك البرلمان كمؤسسة تشريعية من المؤسسات المهمة في الدولة العراقية أن تعي وتعرف جيدا من خلال لجنتها القانونية أن الأحكام القضائية لها الحجة على الناس أجمعين طالما تتعلق بذات الموضوع. وبذلك المحكمة الاتحادية ما ممكن حاليا أن تتراجع عن قرارها وتصدر قرار جديد وتقبل هذا القانون الأمن الغذائي. هي طيب لكن أضرب مقاطعة سي صفاء، لكن ما الذي يحق للمحكمة الاتحادية العليا الذهاب به بعد أن لم يكترث البرلمان لقرارها بإلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟ لا، هو المحكمة الاتحادية قراراتها باتة لا يمكن الطعن بها، هذا واحد. اثنين، أنه حاليا أكو دعوة أقيمت، الدعوة قبلت شكلا. نعم. لأنه المحكمة الاتحادية يعني هي مو جهة تشريعية حتى تصدر قرار من يمها، أو لا هي المحكمة الاتحادية مثل أي محكمة عادية بالعالم، أكو دعوة تقدم إلها، أكو طعن يقدم إلها، اختصاصاتها واضحة ضمن قانون المحكمة الاتحادية. بما أنه أكو طعن تقبل شكلا راح تحدد موعد للجلسة، ومن تحدد موعد للجلسة تنظر وتستمع للدفوع المقدمة من ذات الطرفين وبالتالي تصدر قرارها. بس إحنا كقانونيين وخبراء بالقانون نعتقد أنه هذا الموضوع محسوم، يعني المحكمة الاتحادية راح ترفض هذا القانون، وهي عللتها قالت الحكومة إذا تريد تمشي أمورها المالية وتمشي أمور الناس ترجع لقانون الإدارة المالية كما ذكر ضيفكم الكريم. قانون الإدارة المالية يعطيها صلاحيات ممكن لها تمشي أمور الناس، أمن غذائي غيره، تستلف، تمشي حياة المواطنين، الأمور المستعجلة التي نسميها نحن في القانون. إذن هذه النقاط يعني اللي ذكرها تحالف الثبات الوطني بالإمكان تطبيقها، وأذهب إلى بهذه النقطة وأعود إليك دكتور حيدر. أنت لمحت قبل قليل إلى وجود جنبة سياسية، إلى أي درجة تتحكم الجنبة السياسية بهذا الموضوع، قبول أو رفض هذا القانون؟ هناك علاقة عكسية بين تشكيل الحكومة وتمرير فكرة الأغلبية السياسية وبين قانون الدعم الطارئ. أولا، مفردة الطارئ تعفي القانون من المحاسبة والمراقبة. إذن يعني بمعنى ممكن أن يعيد فتح أبواب فساد وصعوبة مراقبتها؟ يقينا، باعتبار أنه الطارئ لا يخضع إلى التفتيش والمراقبة، بمعنى أنه لا يخضع للمحاسبة وتدقيق البيانات أو الأوراق الختامية أو الأموال التي تصرف أو تبويبها. يعني المشكلة وين؟ المشكلة عندما جاءوا وبحثوا في هذا القانون، طبعا قالوا أكو يوجد جدول مرفق، لكن تقرأ نص القانون لا يوجد جدول مرفق، بمعنى أنه قالوا نعطي للمحافظات، ثم التنمية لماذا؟ هل الآن تذكرت الحكومة التنمية بعد سنتين؟ طيب لماذا لم تعمل على هذا القانون عندما كانت كاملة الصلاحية؟ لماذا الآن في هذا التوقيت الحساس بعد انتهاء ولايتها وصلاحيتها؟ إذن أنا أسميه قانون النهب الأخير، يعني الفرصة الأخيرة لنهب الأموال المتبقية حتى هذه الأموال المتحققة من الوفرة المالية لا تروح للحكومة القادمة. أرادوا أن يستولوا على هذه الأموال. هسه من اللي يريد يستولي؟ طيب. اللي يريد يمرر طيب. هذا القانون بهذه طيب. الطريقة. هنا تحالف الثبات قوى الإطار رفضت هذا القانون وذكرت ما ذكرت أنه قد يعطي صلاحيات كثيرة وكبيرة لوزير المالية ولا توجد به رقابة. يعطي تجديد. لا توجد به رقابة أيضا على هذه الأموال باعتبارها قانون طارئ أو أموال طارئة. لكن هنا تحالف الثبات قوى الإطار أيضا اتهمت بأنها ضد تأمين قوت الشعب. هو هذه ترويج، أنا أسمي هذه الأكذوبة التي تروج في الإعلام ويركز عليها أنه إطار التنسيق الشيعي هو من يجوع الشعب. لا قطعا ومطلقا، بالعكس، إذا رجعنا إلى محاضر اللجنة المالية التي اجتمع فيها وأعتقد الشيخ عدنان فيحان كان موجود عن الفتح وموجودين أخوة بقية في اللجنة المالية، قالوا يجب أن يهذب ويشذب وبطريقة أن نحفظ المال العام وأن لا يذهب بهذا الاتجاه. ثم ذهب الاستفسار مو من الإطار،
الاستفسار ذهب من ما من من الشكوى والدعوة التي قدمت من النائب باسم خشان، وجه له تحية وشكر. هذا النائب ذهب باتجاه المحكمة الاتحادية. طيب. الآن الباب غلق، يعني أغلقت أبواب التمرير. طيب. إذا أغلقت يجب أن يكون هناك بديل، باعتبار أن هناك موجود. أزمة غذائية متوقعة. خلي حدثني عنها سيد صفاء. أكو بديل لقانون الدعم الطارئ لتأمين الغذاء للشعب العراقي، باعتبار أكو توقعات بأن تكون هناك أزمة غذاء قومية أو عالمية؟ نعم. المحكمة الاتحادية من صدرت قرارها برد هذا القانون عللت سببت، قالت أنه أكو قانون اسمه قانون الإدارة المالية صادر عام 2019، وهذا القانون يعطي للحكومة لحكومة تصريف الأعمال صلاحيات أمور مستعجلة، احنا نسميها بالقانون أمور حال، يعني تتطلب تمشيات يومية لأمور المواطنين، لأوضاعهم، لتسيير أمورهم إلى آخره. وبذلك هذا القانون يمكن للحكومة أن من خلال هذا القانون أن تواجه كل العقبات اللي تخص الأمن الغذائي، اللي تخص الأشياء اللي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة وتأثر في تمشية أمورهم اليومية، ممكن هذا القانون. بس القانون اللي معروض واللي تم رفضه من المحكمة الاتحادية هذا يحمل جنبة سياسية كما أوضحت قبل قليل. الجنبة السياسية تتمثل في أن كتل سياسية تتشبث بهذا القانون، يقال من بعض السياسيين أنه مفردة الأمن الغذائي الطارئ يمكن لها أن تعطي تمديد لحكومة السيد الكاظمي باعتبارها حكومة طوارئ بالفترة القادمة ما لم تتشكل الكابينة الوزارية أو الحكومة الجديدة. وبذلك يعني يسعى من خلالها بعض القوى السياسية من خلال هذا القانون أن تصطاد بالماء العكر وتطيل عمر حكومة السيد الكاظمي. طيب. الأجدر بهذه القوى السياسية أن تشرع في تشكيل الحكومة وتنهي الخلاف السياسي القائم بينها، لأنه أصلاً الفترة اللي تحس إن فاتت هسه حالياً ما يقارب الأشهر 5 أشهر أو 6 أشهر أو 7 هي فترة غير قانونية. طيب. من الناحية القانونية يعني وجود طيب. حكومة الكاظمي، بس إذا تسمح لي بس هاي حتى أوصلها للمشاهد، ترى حكومة تصريف الأعمال بالقانون ورد ذكرها ما تتجاوز 75 يوم. هسه حاليا 75 يوم احنا عبرناها، ما أعرف هسه تسمية هاي حكومة الكاظمي هل هي حكومة شنو الحكومة، ما لها تسمية حتى ما ورد. طيب. والحكومة مأمنة يمكن حاليا الحصة التموينية الغذائية بطل الزيت وشكرات يمكن وشوية تمن وغيره، لكن هذا القانون ممكن أن يحقق فعلاً الأمن الغذائي للعراق ويحد من الفقر، ممكن أن تتحسن الحصة التموينية، فعلاً ساهم أو سيساهم في تقديم خدمات للمواطنين، ارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن والفقير خصوصاً، لتبقى الحصة على وضعها مجرد يتم تأمينها. السؤال إلي؟ نعم لكم سيد صفاء. نعم. ماكو علاقة يعني مثلا تنمية الأقاليم شنو الأمن الغذائي مالتها؟ أكو أبواب بالقانون حسب ما ذكروا لي بعض السياسيين وأعضاء من مجلس النواب، أكو بيتخص إعمار وإعمار محافظات وأموال مخصصة لتعويضات تعويضات، هاي شنو علاقتها بالأمن الغذائي؟ وين علاقتها بالأمن الغذائي؟ ما لها علاقة. لا. لا لا سيد الكريم، ترى القانون هو واضح، القانون يحمل جنبة سياسية واضحة لحكومة تصريف الأعمال، وحاليا حكومة تصريف الأعمال لم تعد حكومة تصريف الأعمال بالقانون وبالدستور، حكومة تصريف الأعمال 75 يوم، حتى ال 75 يوم انقضت. وبذلك هذه الكثير من القوانين والنقاط الدستورية تم تجاوزها. سيد صفاء، أعود لك يا دكتور حيدر، نجي تحالف الثبات الوطني يقول هذا القانون يعني مستحيل أن يتم تمريره بالبرلمان، وطرح بالمقابل لازم أكو بديل، طرح طبعاً. 4 نقاط يمكن. صحيح. ممكن صحيح. هاي نقاط تحد من أي أزمة غذائية متوقعة؟ لا، هو ما هاي أزمة مفتعلة، يعني أنت اليوم عندك وفرة مالية. نعم. وعندك تخصيصات لازمة ولديك يعني قانون مغطات قانونيا تستطيع أن تتصرف بهذه الأموال. وزارة التجارة مثلا، وزارة التجارة 2.5 تريليون أو 3 تريليون كانت تأمن مفردات البطاقة التموينية على طول السنة، وهي الأكثر شبهاتا والأكثر فسادا. حتى الموازنة من تأخرت أكثر من مرة كما ذكرت قبل قليل دكتور، كان يتم الاستعانة بنظام السلف، وهذا اللي أقوله. احنا كنا في حرب في عام 2014، أكو أكثر من الحرب،
وكان سعر البرميل النفط وصل 25 دولار وماكو موازنه نعم. كان اكو طريقه التسليف هاي في زمن السيد المالكي ثم السيد العبادي. يعني خو الان الدولار عفوا النفط ب 116 دولار، عندنا وفره ماليه. هسه تيجي الحكومه تقول انا ما اقدر اصرف، انا حكومه تصريف اعمال. طيب الوزارات ممكن ان تكون هناك مناقله، هاي يسموها مناقله بابواب الصرف من والى. ممكن اي نعم ممكن التسليف اي نعم ممكن. لا شلون الوزارات كانت تمشي امورها، صرف ماشي ما متوقف. لكن هذا الاصرار هو اعطاء صوره ذهنيه للمتلقي وللجمهور بانه يوجد طرفا سياسيا يحاول ان يمنع الشعب العراقي من قوته اليومي، وهذه اصلا اكبر يعني اسميها اكذوبه الزمان والعصر. سيد صفاء طرح يعني نقطه مهمه، انه الصراع بانهاء هذه الخلافات السياسيه وتشكيل الحكومه وتقديم موازنه في هذه الحاله ممكن ان تحل كل هذه الازمه وهذا الجدل. هو من المعطل؟ من احنا؟ من الذي يعطل؟ الذي يرفض ان يكون هناك او تكون هناك حكومه اتفاق ما سميها توافقيه، والذي يصر على انه يمضي باتجاه ان يكسب او يتغلب على كل الدولة العراقية بمؤسساتها التشريعية بمؤسساتها التنفيذية. أنا ما أفهم هاي، يعني واقعا يجب أن تفكر. أنت تدعو مجموعة إلى أن يذهبوا للمعارضة وهم لا يقل عن 87 نائب، ومع المتحالفين يوصلون أكثر من 130 نائب، وإحنا اليوم الثلث الضامن كم عدده؟ 130 تقريبا أكثر. أنت تدعو إلى أن يذهبوا للمعارضة، طيب أنت مسيطر على رئاسة البرلمان وعلى نائبين وعلى اللجان، وتريد بنفس الوقت تشكل حكومة أغلبية منك. يعني قضية واضحة وصريحة، ماكو ديمقراطية في العالم بهذا الشكل، هاي ديمقراطية مزاجية شخصية. لكن يمكن يبقى القانون هو الفيصل. والسؤال الأخير بالمناسبة، إذا مرر هذا القانون هناك انتهاك كبير لحرمة وسيادة المحكمة الاتحادية والقضاء، لأنه هو الذي يراعي ويشرف على صفاء. إذا كان أكو إمكانية تمريرة، ويمكن تحالف الثبات في بيان قبل قليل يرى أن مقترح قانون الأمن الغذائي الطارئ فيه التزامات مالية سيد صفاء، وهذا الأمر يستوجب موافقة الحكومة باعتبار مقترح قانون بالتزامات مالية فعلا. وهنا يتعذر فعلا أخذ رأي حكومة تصريف الأعمال اليومية الحالية، كونها لا تمتلك حق إبداء رأي برفض أو قبول على ضوء قرارات المحكمة الاتحادية. سيد الكريم، هذه المناورة أخذ بها بعض الأطراف السياسية، لأنه لم تبقى لديهم أي طريقة لتمرير هذا القانون. هو ما أرادوا يعني احتمال يعني كضغط سياسي كورقة رابحة أن يدخلونه من خلال اللجنة المالية ويتم تمريره، بس هذا ما يمر، ما ممكن. ليش؟ لأنه المحكمة الاتحادية من صدرت قراراتها باتة، هذا القرار لا يجوز الرجوع به ولا يجوز الطعن به. هذا القرار يسري على كافة مؤسسات، لأنه بالدستور العراقي المبادئ والمواد اللي تخص القضاء تقول كل قرارات المحكمة الاتحادية وقانون المحكمة الاتحادية قراراتها باتة لا يجوز الطعن بها، وقرارات القضاء واجبة الاتباع والاحترام. الاتباع والاحترام، فمضطرة أنه المؤسسة التشريعية تتبع هذا القرار. إذا ما اتبعت هذا القرار راح يصيبها عيب قانوني، وبذلك ليس له أي قيمة قانونية، ما ممكن يمتد تنفيذه إلى أرض الواقع. يعني هي إذا مشت القانون خلافا لإرادة المحكمة الاتحادية، لماذا يوجد دستور؟ لماذا توجد وصلت الفكرة؟ شكرا جزيلا لك سيد صفاء. دعنا مع دكتور حيدر ومشاهدين الكرام نطلع على نتائج الاستبيان، وهل تعتقد أن قانون الأمن الغذائي يمنح الشرعية للفساد، فضلا عن أنه لا ينهي الأزمة الراهنة؟ كانت الإجابات 75% نعم، و 20% كلا، و 5% متحفظ. الشكر الجزيل لكم دكتور حيدر برزنتشي رئيس مركز ألوان للحوار، كنت ضيفا كريما علينا. والشكر الجزيل لكم الخبير القانوني السيد صفاء اللامي، كنت ضيفا كريما علينا. شكرا لك سيد صفاء، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حلقتنا من هذا الحصاد، شكرا لكم وللقاء.